نابلس دائما تصر على أن تعود وأن تنهض، وقبل أيام كان هناك أحداث مؤسفة مرت على نابلس، ولكنها كانت غيمة سريعة انقشعت بشكل سريع بجهود بلدية نابلس وأبناء نابلس ومؤسسات نابلس جميعا وأجهزة نابلس الأمنية. واليوم كما ترون هناك بسمة، هناك بهجة على وجوه الناس الحاضرين جميعا من الزوار، وجزء كبير منهم من خارج المحافظة من محافظات الوطن، اللي دائما مؤمنين بنابلس ويحبوا نابلس لأن نابلس تحبهم. نابلس دائما أذرعها مفتوحة للزوار وللأهل من مختلف محافظات الوطن. نأمل أن تتكلل هذه التظاهرة الاقتصادية الاجتماعية الترفيهية بالنجاح، لتؤكد مرة ثانية وثالثة ورابعة أن نابلس ستعود مدينة عصرية جميلة مبتهجة دائما بأهلها وبزوارها إن شاء الله. هذا المهرجان قوته أنه قام بالشراكات المتعددة، شراكات ما بين الرعاة والشركاء، وشراكات ما بين النسق مؤسساتي وائتلاف مؤسساتي واسع على صعيد محافظة نابلس، ما بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص. وبالتالي عملنا كفريق موحد ومتجانس ومنسجم يعمل من أجل هدف واحد، هو إقامة هذا المهرجان وإنجاحه وإيصال رسالة أن نابلس بخير ونابلس متعافية واقتصادها بخير. وعندما نقرر نحن أهل نابلس وأحبتها أن ننهض بهذه المدينة وهذه المحافظة، نستطيع أن نفعل كل ما يمكن فعله وأن نعيد الوجه الحضاري والإنساني والثقافي لهذه المدينة ولهذه المحافظة. بنك فلسطين ماخذ على عاتقه اللي هي الرعاية الاجتماعية. طبعا الرعاية الاجتماعية بتجمع جميع القطاعات الفلسطينية، سواء الثقافية أو الصناعية أو التعليمية أو الرياضية أو غيرها، وبتيجي هاي الرعاية من دور بنك فلسطين إنه يكون بين مؤسسات الفلسطينية الموجودة. وكمان هو للمرة الثانية بيكون راعي، كمان رعى قبلها مهرجانات تانية مثل هيك، وكمان رح يرعى مهرجانات إن شاء الله في المرحلة الجاية، بالإضافة إنه رعى مهرجانات في كثير من المدن في فلسطين وفي غزة، كمان في كثير يعني رعايات ومهرجانات لمشاركة شعبنا ومحاولة إنه يكون موجود بشكل مستمر بين جميع الفعاليات الفلسطينية.